اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حكيتك اللي عم نقدم لكم اياها من الفلاج شيب ستور لأورنج اللي موجود بعبدون. مثل ما تعودتوا دائما ضمن حكيتك عم تتعرفوا على العديد من الاخبار التكنولوجيه المحليه والعالميه، من ضمنها اليوم رح نحكي عن لابتوب جديد من شركه ريزر، برضه رح تعرفوا تفاصيل عن سماعات جديده من شركه موتورولا والهاتف الجديد من شركه شارب. ومنبلش الخبر الأول مع الهاتف الجديد من شركة شارب اللي هو Aquos R Compact. هذا الهاتف الجديد مميز جداً عن باقي الهواتف اللي قدمت لنا إياه شركة شارب، والإشي اللي بيميزه فعلاً هو الشاشة اللي فيه، لأنه الشاشة من الحافة للحافة. بيجي مقاس شاشة هذا الهاتف 4.9 بوصة، وبيجي بدقة 2030 ب 1080 ميجا بيكسل. الإشي المميز فيه برضو إنه الكاميرا الأمامية لإله بيجي بالجزء العلوي من الهاتف بالمنتصف. بيجي هذا الهاتف بمعالج سناب دراجون 660 بذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 32 جيجا بايت. وصار الوقت ان ننتقل لنحكي عن ريزر بليد سليث، هذا اللابتوب الجديد من شركه ريزر اللي حسنوا من ادائه 40% حسب ما بيقولوا عند استخدام العديد من التطبيقات المختلفه على هذا الجهاز. هل الاشخاص اللي بيهمهم عالم الالعاب ما تحسن ادائه من مره بهذا المجال، ولكن بمجالات اخرى من الفيديوهات اللي ممكن انه احنا نرفعها على الانترنت بالاضافه للعديد من التطبيقات الاخرى اللي احنا ممكن نستفيد منها على اللابتوب راح تكون اكيد باداء اسرع وافضل. راح يبدا سعر هذا اللابتوب جديد بالمعالج الجديد من 1700 دولار. ومنضل مع شركة ريزر ولكن ننتقل بالحديث عن كاميرا واب الجديدة اللي أطلقوها. هاي الكاميرا للأشخاص اللي بيحبوا يطلعوا لايف ستريمينج على الإنترنت هي الإشي الأهم اللي لازم يكون موجود عندكم. والإشي المميز هاي الكاميرا إنه فيها ضوء LED ب 12 درجة مختلفة ممكن إحنا إنه نتحكم فيهم، وغير هيك معها الميكروفون الخاص فيها اللي بيخلي التشات بطريقة كتير أسهل وكتير أوضح. بيجي بكاميرا 4 ميجا بيكسلز وبيقدر يسجل فيديو بدقة 1080 ميجا بيكسل. ومنروح لشركة موتورولا اللي عم بتقدم لنا مكبر صوت بمساعد أليكسا. أعلنت شركة موتورولا عن إطلاقها لأحدث المنتجات من موتو مود لجهاز الموتو زي. هذا الجهاز الجديد رح يكون فيه له السماعة مكبرة الصوت بتقنية رائعة ومع مساعد الشخصي أليكسا من شركة أمازون. ومنروح لعالم الألعاب، وحدة تحكم جديدة من بلاي ستيشن 4 صارت بحجم صغير مناسبة جداً للأطفال. تعاونت شركة سوني مع صانع ملحقات الأجهزة هوري ليقدموا جهاز جديد من بلاي ستيشن 4. هذا الجهاز مناسب جداً للأطفال لأنه حجمه صغير وبيجي 40% أصغر من الجهاز المعتاد عليه اللي هو دول شوك 4، والإشي اللي بيميزه برضو أنه بيجي بتكلفة 30 دولار يعني برضو نص سعر الجهاز الكبير الأصلي، ولكن بنفس الوقت عم بيفتقر لبعض المزايا اللي بتكون موجودة فيه. ومنروح لتحديث لعبة هيلو ماستر تشيف كولكشن لتصير مناسبة على أجهزة الأكس بوكس 1. أكدت شركة مايكروسوفت وشركة 343 إندستريز إنه رح يكون في تحديثات جديدة على هاي اللعبة. هلا بالفترة اللي مضت كان في تحديثات عليها ولكن ما غطت كل النواحي، وبهيك ما قدروا إنه يكون موجودة على الأكس بوكس 1، وهي تعتبر واحدة من أهم الأشياء اللي بتلعب عليها وأهم المنصات اللي ممكن يستخدموها الأشخاص للعب. وبهيك أكدت الشركة على تويتر إنه رح يكون في تحديث جديد ليحلوا هاي المشكلة، وطبعا التحديث إجا عشان يدعم الـ 4K. ومنروح لتفاصيل توسعة Turning Tides للعبة Battlefield 1. أعلن فريق التطوير إنه راح يكون في 4 خرائط جديدة على لعبة Turning Tides، وبرضه الشيء المميز إنه راح يكون في فرقة الملكية البحرية من القوات البريطانية راح تنضاف على هاي اللعبة، وبرضه راح يكون في زيادة للأنواع المختلفة من الأسلحة والمركبات لتزيد التنويع بهذه التجربة، راح يتم إصدارها بشهر ديسمبر إن شاء الله. وصار الوقت انه نروح لمقابلتنا لليوم مع غسان حلاوه من باراشوت 16. باراشوت 16 هي شركه استشارات وتعليم ترفيهي مهتمه بمجال ابتكار رياده الاعمال. اللي بنعمله احنا ببني ثقافه الابتكار ورياده الاعمال بالمجتمعات بالاردن وفي الوطن العربي. بنعمل اكثر من برودكت، البرودكت تبعتنا عاده ويبلد الانوفيشن كلتشر والشركات الكبيره وبالمجتمعات. زائد نعمل شيء اسمه بزنس انكيوبيترز، حواضن اعمال، هي حواضن اعمال بتساعد الناس على تاسيس شركاتهم والتوسع فيها. زائد نعمل شيء اسمه ايديوتينمنت، تعليم ترفيهي. اسست شركه باراشوت 16 مع تيم عظيم قبل 2 و6 أشهر، صار مع موقف بحياتي اني خسرت كل شيء بملكه بحياتي. حكيت انا شو اللي عملته بحالي؟ انا نطيت من باراشوت وصلت الارض وخبطت بالارض.
وبهذيك اللحظة كان عندي حلين، يا بستسلم للحياة وبستسلم أنا خلاص لازم أسلم لأنه أنا هذا ريادة الأعمال مش مكاني وأنا ما بصلح لها. فحكيت أوكي كم حدا بالعالم زيي؟ في كتير ناس. قلت أوكي طب إيش في عندي هلأ إشي أنا بقدر أبني عليه بس ما عندي مصادر مالية؟ حكيت في عندي المعرفة، في عندي شبكة علاقات، في عندي تجربة تحترم. أنا قلت أوكي ما رح أخلي، لأنه مرحلة اللي بتفشل فيها مؤلمة جدا إذا ما كنت قوي. فرقم القوة بالعالم هو 16 M16 F16، the number of power بالحياة. فحكيت بنعمل باراشوت 16، هاي المنصة بتعطي كل مهارات المهمة في بالعالم، إيش اسمه collaborative entrepreneurship، ريادة الأعمال التعاونية. فحكينا إحنا we don't compete، إحنا ما منافس حدا، إحنا موجودين نكمل الباقيين. إحنا اللي رح نعمل، إحنا بدنا نخلق أكبر عدد ممكن من الناس بتدرب، أكبر عدد ممكن من المستشارين في هذا المجال. فقلنا أوكي بتفوت على البلاتفورم تبعنا، بنينا التكنولوجيا عم نبنيها بصراحة، بتاخد منها كتير مصادر. هايدي هذا الويب سايت فيها تقوش، بتلاقي مرشدين بدك ياهم، بتلاقي الكونسلتنت بدك ياهم، زائد استفدنا من التكنولوجي بأنه نعلم وندرب أكبر عدد ممكن من الناس ممكن يدربوا بمشاريع ريادة الأعمال والابتكار. فاليوم إذا بتشوف في حدا بالسوق أو أنت قررت تطلع فكرة، أرجوك ما تقلد حدا، وإذا قررت صدقني في عندك شيء مختلف، تأكد أنه ممكن تقدمه. والأهم من هذا كله أنه اشتغل من قلبك واشتغل للقيمة، لأنه اليوم إحنا شو محركنا بفريق العمل؟ إحنا مثلا اليوم هلأ إحنا مثلا مش سهل أنت بتفوت بأمور يعني الكاش فلو بتفوت فيها. مثلا اليوم تكون أنت ما معك رواتب تحطها يعني يكون فيه بالشركة، إذا مؤمن بالقيمة اللي تشتغل عليها واللي بحركك، أنه أنت بتعرف أنه إحنا مؤمنين أنه في حدا بجنوب الأردن عم بستنانا عشان كلمة تغير حياته، في واحد بشمال الأردن عم بستنانا، في حدا بالسودان عم بستنانا. فإذا أنت كنت مؤمن بهاي القوة صدقني رح توصل لإشي كثير عظيم بالحياة. صار الوقت أنه نروح لأخبارنا السريعة لليوم. كلاود ستورج غير محدوث لحاملي هواتف بيكسل. بالخبر الثاني عن شركة أبل اللي تم تغريمها 440 مليون دولار بسبب براءة اختراع فيس تايم. وبالخبر الثالث والأخير منروح لنحكي عن شركة نينتندو سويتش اللي وأخيرا قررت إنها تقدم لنا الخاصية اللي الكل كان عم بستناها، وهي اليو اس بي لنقدر إن يكون في عنا سماعات لاسلكية. وبهيك نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نلتقي فيكم الأسبوع المقبل إن شاء الله. مع السلامة.